هو واحد من بيوت الله وإحدى المنارات العلمية والدينية بقسنطينة التي توقفت بها الحركة والنشاط، واليوم يستعد لفتح أبوابه من جديد واستقبال المصلين بعد أن ظلت موصدة لأزيد من 160 يوما. مسجد الأمير عبد القادر الجميع به على قدم وساق تحضيرا لموعد السبت القادم. كما راكم تشاهدوا يعني الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة راهي أخذت بعين الاعتبار، وحنا جندنا الهيئة العمالية التابعة للجمعية الدينية لمسجد الأمير عبد القادر باش يعني ناخذوا جميع التدابير الوقائية ومن تعقيم وتنظيف وكل ما لازم، يعني ننتظروا ان شاء الله نكونوا المصلين برك في المستوى ويعطيوا المثال ويعطيوا يعني تسمى يكونوا قدوة لباقي المواطنين. وحوالي 90 مسجدا من مجموع 400 منتشر عبر بلدية قسنطينة 12 معنية بإعادة الفتح التدريجي. الوصاية بالولاية تحضر لجعلها وفق ما تقتضيه المعايير لاستقبال ضيوف الرحمن في أحسن الظروف. نثمنها قرار رئيس الجمهورية حول إعادة فتح تدريجي للمساجد بالتنسيق مع السادة المفتين وأئمة المعتمدين اللي عطوا آراءهم لكل بلدية، اللي يكون المسجد الكبير، التعقيم، الكمامة، السجاد، كل هذه الأمور احنا الحمد لله في أتم الاستعداد. بلغة الأرقام هي ولاية قسنطينة هناك 420 مسجد منتشرة، ولكن المساحة أو بعد ما نقدروش نفتحوا كل المسجد دفعة واحدة. لحد الآن المرحلة الأولى لحد الآن الإحصاء الأولي هي 88 مسجد موزعة، ورأينا موزعة على كل بلدية قسنطينة. هي العودة للمساجد بعد طول انتظار على أمل أن يتقيد الجميع بالتدابير فنكون في ضيافة الرحمن بما يرضيه لا بما يغضبه ويتسبب في الأذى للنفس والآخرين.